وللحديث عن مناقشات وزراء خارجية مجموعة الثماني فيما يخص الشأن السوري ينضم إلينا من لندن عضو تجمع الشباب السوري في بريطانيا داني مكي. سيد داني، تسليح المعارضة لم يعد خلافا غربيا روسيا كما كان، بل بات الآن خلافا غربيا غربيا، والحجة أن جبهة النصرة وارتباطها بالقاعدة يجب أن لا يصلها السلاح. أليس بإمكان الائتلاف السوري المعارض الوصول إلى حل لهذه المشكلة مع الغرب؟ أولا أهلا وسهلا. أنا لا أعتقد بأن الائتلاف الوطني السوري الوطني الذي طبعا يريد تسليح المعارضة من وجهة نظره يمكن أن يحصل على حل هذا الموضوع. هناك انقسامات يعني كبيرة داخل الدول الأوروبية، كان داخل دول مجموعة الثمانية الكبار، ما يسمى بالجي 8، خاصة بعد أن الوزير الخارجية الألماني تحدث عن رفض مطلق لأي تسليح من للمعارضة السورية بأي سلاح نوعي أو ثقيل أو حتى أسلحة غير قاتلة يعني. فالمعارضة السورية من الواضح بأنها لم تحصل على أي نوع من السلاح من دول فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا كسبيل المثال. كما قلت الصراع لم يعود يعني صراع أوروبي أجنبي روسي، الصراع بين الدول الغربية، رفض مطلق من قبل ألمانيا والسويد وبعض الدول الغربية باتجاه أي نوع من تسليح المعارضة السورية. هذا الشيء يعني أصبح من الواضح من خلال مؤتمر مجموعة الدول الثمانية الكبار، وأن تحدثوا عن القلق الكبير من وجود الراديكاليين والإرهابيين في سوريا، أيضا التحالف بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. هذا الشيء سيمنع المعارضة المسلحة السورية بالحصول إلى أي نوع من السلاح يمكن أن تأتي من الدول الأوروبية. طيب، وهل الأزمة بحد ذاتها تحتمل مزيدا من التسليح والتصعيد بين الجانبين؟ نعم، نعرف بأن هناك دعم كبير من قبل بعض الدول العربية الإقليمية كسعودية وقطر وأيضا تركيا كمار يعني للمسلحين والسلاح التي تدخل إلى سوريا بشكل يومي. التسليح الغربي لم يكن شيء الكبير والأساسي، ولكن المعارضة السورية تريد دعم غربي للحصول على سلاح من تركيا وقطر والسعودية، ولكن الدعم يأتي بشكل غير مباشر، دعم لوجستي، دعم معلومات، دعم غير عسكري، ولكن دعم يمكن أن يغير توازن القوى على الأرض عسكريا. ولكن من الواضح بأن روسيا وبعض الدول كالصين وإيران يعني هناك رفض تام لأي نوع من التسليح من الدول الأوروبية. أصلا الدول الأوروبية هي لا تريد بأن تتداخل بالأزمة السورية بشكل مباشر كما حصل في ليبيا، أو بأن تدعم ما يسمى بجبهة النصرة والتنظيمات المتطرفة داخل سوريا بالسلاح الثقيل. نحن الكل يعلم بأنه هناك تحالف مباشر علنا بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. هذا الشيء سيزرع قلق كبير في بالدول الغربية، يعني الغرب لا يريد. سيد مكي، أليس هناك أي حل آخر للأزمة إلا تسليح المعارضة؟ هناك كثير من الحلول. مثلا دول مجموعة الثمانية الكبار اليوم دعموا جهود الأخضر الإبراهيمي بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. هناك نوعا ما توافق بين واشنطن وموسكو حول الملف السوري بأنه يجب أن يكون هناك حل سياسي بامتياز، وهذا الحل يجب أن يكون سوري لإنقاذ الشعب السوري من المأساة ووقف نزيف الدم. الحل يجب أن يكون عبارة عن تفاوض وحبار بين كل الأطراف المتنازعة في سوريا، والدولة أعلن العديد من الأحيان بأنه هي فعلا تريد حل سياسي، ولكن المعارضة كالائتلاف الوطني لا يريد الحوار، يريد فقط التسليح وعسكرة الموضوع، وأيضا وجود المنظمات الإرهابية والمنظمات التي يعني تتبع إلى الفكر التطرفي هي معادية للحوار، هي تضع حواجز بشكل يومي لأي عملية سياسية أو سياسي. وهذا الشيء يعني يؤسفني يعني بشكل كبير، ولكن هناك إمكان الحوار والحل السياسي. يجب أن يكون هناك وقف لتسليح كل المجموعات المسلحة داخل سوريا من قبل الدول الإقليمية. هذا يجب أن يكون شيء أساسي في أي عملية سياسية وعملية حوار لإنقاذ سوريا الآن. من لندن عضو تجمع الشباب السوري في بريطانيا داني مكي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.